علمت الجزيرة من مصادر قضائية تونسية مطلعة بأنه تم إصدار قرار يمنع من السفر عددا من الشخصيات التي اطلعت بمناصب سياسية في عهد الرئيس المخلوع بن علي أو كانت تربطها مصالح ببن علي وعائلته. وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيق تباعا مع جميع الشخصيات قد بدأ يوم أمس، وفيما يلي قائمة بأسماء الممنوعين من السفر من شخصيات تبوأت موقعا سياسيا أو كانت مقربة من عائلة الرئيس المخلوع بن علي وزوجته.